مدى أهمية دور الأب في حياة الابن بالأخص، لأنه نقطة مهمة قوي. مين هيعلمه الرجولة غير أبوه؟ بس وهنا عايزين نأكد إيه مهمة الأب إنه يعلمه مفهوم الرجولة الحقيقية. لأنه مثلا في بعض المشاكل، مثلا لما الأب يقول لابنه أنا مش موجود أنت هتخلي بالك من البيت، الولد ياخده بصورة عكسية، إنه يتحكم أكتر. ونشوف ده في بعض البيوت، يتحكم في البيت، يتحكم في أخته، يتحكم بتوصل في مامته. فإيه مهمة إنه الأب يوصل دور الرجولة أو شكل الرجولة بشكل صح للابن، وبعد كده نتكلم للبنت؟ أنا ببتدي الأول طبعا بنفسي، لأن الولد هيتعلم أكتر بالنموذج بتاعي. حقيقي هو لما يشوفني بزعق لماما وبضربها خلاص، مهما قلت من كلام هيعمل كده. هو لما أقول له زي ما أنت قلتي كده، خد بالك من البيت، خد بالك من البيت، يعني لما ماما تقول له حاجة هيجعر في وشها. ده مفهوم الحماية بالنسبة له، وكأن مفهوم الحماية اختلط عليه لأنه شاف كده، شاف بابا كده. فببتدي بنفسي الأول، إن أنا أتعامل في بيتي بمنتهى الود والحنية والاحترام لمراتي وبنتي، لأن دول الكائنات بقى المستضعفة، البنات. فساعات لو في حد مثلا عنده مشكلة أو نقص معين، فطبعا بيطلع قوته على الضعيف. حقيقي. فلو ابني شاف الكلام ده خلاص هيتنمزج بيه اوتوماتيك، يعني لما ارجع من بره هيقولوا الحق ده زعق فيا، فانا اروح ضربه، فتبقى المشكله اكتر. بتكبر. يعني كل ده المشاكل بتكبر، لان انا اصلا ايه، مش عاجبني اللي هو عمله، وهو غصب عنه بيعمل كده لان هو شافني بعمل كده، فهتجن عليه انا اكتر بعد ما ارجع. انت ازاي تكلم ماما بالطريقه دي واضربه على وشه؟ فالجاب ما بيني وما بينه بتكبر، زيد اكتر. وطبعا الضرب والحاجات دي اساءات، فالاساءات بتعمل قشره نفسيه مش حلوه. فبناء عليه انا ابتدي اتعامل في البيت بطريقه تخليني قائد وحامي حنين قدامه. حلو. خلاص هو هيشرب كده من تلقاء نفسه. يعني معلقش تعليقات على مش ظريفة على ماما وعلى بنتي قدامه، ما شوفش منظر في التلفزيون فعلق أي تعليق جنسي غير منضبط. كل الكلام ده أنا بعمله من تلقاء نفسي طبعا، لأن أنا شغال على نفسي وبجتهد. دي مهمة جدا إن بابا يكون الحتة، في ناس كتيرة بتهمل الحتة النفسية، إن أنا إيه ما اشتغلش عليها، اطور من نفسي واكتشف نفسي. انا رايح وجاي من الشغل وخلاص. بنسبه كبيره، خلوني اعترف بده.